وسالي لنتعرف على نشاطات اللجنة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك. معنا السيد إبراهيم شاهين والسيدة جهينة قروشان من أعضاء اللجنة الخيرية، والأب سامي حسني المشرف على اللجنة الخيرية البطريركية. يسعد صباحكم وميلاد مجيد، وأهلا وسهلا فيكم على شاشة الإخبارية السورية. صباح الخير جميعا. بداية مع أبونا بدنا نبلش، خلينا نحكي عن النشاطات والأجواء يلي عم نعيشها السنة بسوريا. طبعا هذا السنة هي سنة الانتصارات، يمكن فينا نسميها، كونه عم نشوف كتير تفاؤل، حتى عم نشوف الزينة السنة غير. أبونا خلينا نحكي شوي. أول شيء يسعد صباحكم وصباح جميع متابعي الإخبارية السورية، منكم كل عام بخير، وطننا الحبيب سوريا بألف خير، وجيشنا العربي السوري بألف خير، وجميع محبي سوريا واللي دافعوا عن سوريا بألف خير. حقيقة أجواء الميلاد هي أجواء رائعة جدا، أجواء حقيقة بتبشر بالفرح، هي إعلان انتصار سوريا على الشر، إعلان سوريا انتصار سوريا على البغض والضغينة، وانتصار سوريا على الإرهاب. حقيقة المظاهر اللي عم نشوفها حاليا، مظاهر الفرح اللي منتشرة بشوارع سوريا وخاصة في مدينة دمشق، حقيقة هي فرحة كبيرة، بتبشر بالسلام، بتبشر بالحب، بتبشر بالمحبة. هاي الأجواء كلها منطلقة أكيد من إيماننا وثقتنا الكبيرة بالحب والمحبة وانتشار السلام، إن كان بدمشق وإن كان بسوريا وفي العالم أجمع. من مظاهر الاحتفالات هي الاهتمام بالمحتاجين، الاهتمام بالأشخاص اللي هن بأمس الحاجة للسند، والشيء اللي نحن عم نسويه بأغلب كنايسنا. حقيقة ما نقول نحن فقط بكنايسنا، بكل أنحاء سوريا عم نشعر أنه الجميع يتعاونوا لرسم البسمة على أوجوه الأولاد، وخاصة أنه في عنا ألم وفي عنا وجع عشناه طيلة 7 سنوات. يمكن وهذا اللي حكينا عنه أبونا، أنه 7 سنين من الحرب يمكن ما قدرت تقتل فينا هيدا الإيمان القوي، إيمان رجال الجيش العربي السوري بهي الأرض للدفاع عنا. هاي السنة عم نعيش أجواء الميلاد مختلفة، مشهد الميلاد عم يرسم يمكن الفرحة من جديد بعيون الأطفال. مثل ما قالت سالي، يمكن بكل شارع من شوارع سوريا في بيت حاطط زينة على البرندة، أو في يمكن شجرة صغيرة الفرحة مرسومة رغم كل الظروف اللي عم نعيشها. قديش فعلا انتصار. اعلان انتصار من خلال هي الاجواء، يعني رغم كل الضغوطات المعيشيه والاقتصاديه يمكن والنفسيه، الناس بعد هلا عم تحتفل بالميلاد بطريقه مختلفه، عم تقول خلص يمكن نحن ملينا من الوجع ومن الحرب، نعيش ونحتفل رغم كل الظروف، واكيد يمكن بهمه ابطال رجال الجيش العربي السوري. اكيد وبهمه الشعب السوري كلياته، نحن نتعاون مع بعضنا البعض لحتى ترجع البلد توقف على رجليها. أكيد. واكيد السند الاساسي هو مساعده الانسان المتالم والمتوجع. نحن بنشوف الاراده أبداً. الاراده الموجوده. نحن يعني خاصه بعيد الميلاد عندنا تاملات وعندنا صلوات وعندنا هيك وجود المغاره، هالمغاره حضور السيد المسيح بقلب المغاره بيمثل حاله الالم وحاله الوجع. المسيح بالوقت اللي راح فيه على بيت لحم ما استقبله اي انسان. ما استقبلته غير مغارة بيت لحم. منشوف نحن هالألم وهالوجع بوجه كل إنسان متألم، كل إنسان متوجع. ولجنتنا الخيرية اللي تأسست 1865، يعني عمرها أكثر من 150 سنة، هاللجنة اللي ساندت وساعدت كل المحتاجين عبر هال 150 سنة، ومثل ما شفتوا هلأ بالريبورتاج، هو الاهتمام خاصة بالطفولة، خاصة بالطفولة منفكر فيها، خاصة بعيد الميلاد منحب أنه نترسم على وجوه أطفالنا وجوه أولادنا. حقيقة نحسسهم بالفرح، فرح الميلاد، لما نحن نزرع بقلبهم الحب والمحبة والفرح، بيولد يسوع بقلب كل طفل. وهي هي دعوتنا الإنسانية، أنه نزرع المحبة بقلوب البشر. نعم، يعني رح نتوجه للسيد إبراهيم ومدام جهينة كجمعية خيرية. العطاء هو شيء جميل، ويمكن دائما الهدف النبيل بيعطي تفاؤل، بيعطي دافع لكم وقوة لأنكم تمنحوا أي شخص حزين
بسمة صغيرة ولو بهدية صغيرة ولو حتى باحتفال مثل ما شفنا بابا نويل. يعني كانت طريقة كتير حلوة ومفاجأة كانت للأطفال. خلينا نحكي عن نشاطاتكم شوي، تفضل بداية معك. الحقيقة نحن يعني عم نركز كثير هلا بالشغل مع الاولاد لانه هن بحاجة الاكثر يعني دعم، اكثر دعما بالظروف الحالية. في اولاد كثير ما انا قدران يضل على الصورة الحلوة تبع بابا نويل انه يجي يجيب لهم هدية بالعيد. نحن حاولنا انه يعني ان شاء الله نكون قدرنا انه نحقق لهم اياها، يجي بابا نويل ويعطيهم على الهدية. هي الذكرى اللي بتضل بصورة بذهن الولد. بالاضافه لانه في اولاد ما قدروا يجوا على الحفله، توجهنا لعندهم على البيت. حلو. وقدرنا انه نعطيهم الهديه بالبيت. كثير عم نشتغل على جانب الاولاد لانه هن الاكثر حاجه اليوم بمجتمعنا والاكثر نتيجة. تضررا من الحرب. اكيد اكيد كان العنصر يعني يلي استهدف، يلي قصدوا انه يستهدفوا. تمام. الطفوله هي العنصر المستهدف الاول كان بالحرب. تمام. الحمد لله ان شاء الله نكون قدرنا نصل يعني للغايه اللي بدناها. يمكن الفرحه بعيون الاولاد ونحن عم نتفرج على التقرير يمكن الهدف الاساسي لكل نشاطاتكم اللي عم تقوموا فيها. ست جهينه، خلينا نحكي يمكن قديش هي مسؤوليه اليوم عليكم. مثل ما قلتي الهدف الاساسي الاطفال المتضررين من الحرب، وحضرتك يعني عندك اولاد يعني كمان تحسي الموضوع بيكون بالنسبه لك مختلف. فينا نقول الهدف هو زرع السعادة، زرع الأمل ببكرة. عنا كتير أطفال وعنا عيال كمان محتاجة. في بس كذا بروجرام عاملينه مشان نعمل على تقدمهم، على يعيشوا الفرح والسلام. المساعدات بتجي من ناس بنجمعها، بعدين في عنا عدة مجالات للمساعدات. بنساعد المرضى ببعض الأدوية، من نبعث المرضى على المستشفيات بخصومات كبيرة قدر المستطاع. قدر المستطاع. في إعانات شهرية تعطى لعائلات، طبعا بتسد حاجات معينة، ما مو يعني مو كل شيء، بس نعطي معاش شهري لك العائلة. طبعا في دورات لتعليم الأطفال البكالوريا والبروفي، نعمل لهم دورات تأهيل ودورات تدريب آخر شهر دراسية لحتى يتقدموا للفحوص، لأن لا رح يقدروا يحطوا أساتذة إذا احتاجوا شيء مادة لأنه أو شيء. في ارتفاع الأسعار، الأساتذة أسعار الخصوصية. أيوة. حدث بلا حرج يعني. أيوة. بالعكس هذا إنجاز. دورات مجانية. دورات مجانية تجي لها. كمان من نبعثهم اوقات يتدربوا حياكه، خياطه، دورات مهنيه لحتى يستفيدوا منهم باشغال معينه، يجيبوا دخلهم باجتهادهم الشخصي وبعملهم. ففي كثير مسؤوليات محطوطه علينا، وبنتمنى انه نكون عم نقدر ننجزها لنبعث الفرح وهيك طمانينه بغد افضل ان شاء الله. الله يعطيكم العافية. رح نتفوت معك أبونا بمجال الروحانيات وأجواء الميلاد. دائما وقت كنا صغار نور كان في أجواء معينة أو تحضيرات معينة مثل ريسيتالات، حتى يعني كانوا الأهالي يقولوا لنا أنه نحن بدنا نستقبل يسوع أنه لازم نكون هادين، لازم نكون شاطرين. فخلينا نحكي بالروحانيات، خلينا كيف بدنا نحضر حالنا لاستقبال السيد المسيح اللي هو رمز السلام. حقيقة روحانية الميلاد هي روحانية رائعة جدا، هي تنازل الله حتى ياخذ الطبيعة البشرية، اخذ طبيعتنا البشرية ورفع وراد انه يقلها بموته وقيامته من بين الاموات. يعني في رابط ما بين ولادة يسوع وما بين آلامه وموته. نعم. وقيامته، لانه نحن عنا ولادة يسوع حقيقة عشناها ولادة حقيقية بموت يسوع وقيامته. صحيح. ما في انفصال ما بين الولادة وما بين الموت والقيام. يعني يسوع، كلمة يسوع يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. روحانية الميلاد المجيد هي روحانية المغارة، المغارة اللي هي ترمز بالنهاية لقلب الإنسان. قلب الإنسان اللي لابد أنه يولد فيه الله. نحن نؤمن أن الله حب وأن الله محبة، والله ما حكانا بالحب والمحبة من السماء، نزل لعنا وبرهن عن حبه ومحبته بتنازله الإلهي. لذلك بنقول أنه لابد أنه يولد الحب بقلبنا، لابد أنه يولد المسيح بقلبنا. وبنعتبر يسوع أنه هو الضيف الإلهي اللي بده يسكن بقلب كل إنسان. الله
خلل الإنسان مو لحتى يكون مسكن للشياطين ومسكن للشر ومسكن للخطيئة. الله خالق الإنسان حتى يكون هيكل له، وبالتالي قلب الإنسان هو مغارة، لابد أن الله يولد بها المغارة. ونحن ما رح أقول أنه هو الضيف، هو صاحب القلب، هو صاحب هالبيت. وإذا جاي صاحب البيت على بيته، أو نقول هالضيف الإلهي جاي على قلب الإنسان، لابد مثل ما بيجي ضيوف لعنا، وهلأ نكلاتنا مستعد للأعياد المباركة والمقدسة، منصير من ننظف بيوتنا، منعمل تعزيل، منظبط أمور البيت، وهيك قلوبنا، منظبط الشجرة ومنظبط الزينة. وهلأ لما بده يجوا العالم بدنا ينبهروا وينبسطوا ويفرحوا، يا الله شو هالزينة الرائعة، الزينة الحلوة، شو هالبيت النظيف والمرتب. هذا الشيء لازم نحن نشتغل عليه على الصعيد الداخلي. قلب الإنسان لابد أنه يطهر، يطهر من الحقد، يطهر من الكراهية، يطهر من الضغينة، يطهر من البغض. هذا الشيء لازم نشتغل عليه. يعني نحن بنسميه تحضيرات الميلادية، أولا بالتوبة والندامة، تنظيف قلب الإنسان لحتى الله المحبة يسكن بقلب الإنسان. ما ممكن الله المحبة يسكن بقلب فيه حقد وكراهية. لذلك نحن بنحرض دائما عنا صلوات استعدادية بكنائسنا كلياتها، بنحرض فيها على التوبة والندامة لحتى يجي عيد الميلاد منتوجه بالقداس الإلهي. وعند التناول، لما نحن منتناول القربان المقدس، يولد يسوع مجد حاضر بقلوبنا، ولكن دائما يتجدد حضوره بقلبنا. مننقل هالحب، هاي دعوتنا نحن كمان، انه انا عشت الحب الإلهي والله ملك على قلبي وملك على حياتي، انا دوري بالمقابل انا انقله للآخرين. قال أرني إيمانك بأعمالك. إذا الله جواتك والله موجود ساكن فيك، برهن عن أنه الله جواتك والله المحبة جواتك، برهن عليه من خلال مسلكيتك وتصرفاتك. هي هي الرسالة الأساسية، هي نحن رسالتنا نحن باللجنة الخيرية. أو حتى بجمعياتنا اللي نحن عم نشتغل، دائما عم نشتغل على موضوع النقل هالشيء اللي جواتنا إلى أرض الواقع. لأنه الله ما كان عم يشتغل بالتنظير، نزل من السماء وبرهن عن حبه والله سكن فيه، بدي برهن انه الله جواتي من خلال مسلكية صالحة. وبهالطريقة نحن بنبني بعضنا البعض، بنبني الانسان ومنساند الانسان المتألم والمتوجع. هي هي روحانية، حقيقة روحانية، هي هي روحانية الميلاد والرسالة الأساسية للميلاد المجيد. بدي أرجع لحضرتك سيد إبراهيم، خلينا نحكي، يمكن عم نختم السنة 2017 بأجواء الميلاد الجميلة اللي عم تعم أرجاء سوريا، وكثير من النشاطات للجنة الخيرية. خلينا نحكي يمكن بعام 2017 كيف كانت نشاطاتكم، وبال 2018 أكيد يمكن في خطة عمل جديدة وآلية جديدة. يعني بتقولوا بال 2017 حققنا الهدف 1 2 3، بنتمنى بال 2018 يكون في عنا كمان أهداف جديدة نقدر نحققها على أرض الواقع. الحقيقة كتير اشتغلنا نحن بسنة 2017، بدأنا من يعني الهدف الأساسي كان هو إنه نساعد الأولاد، إن كان بالمرحلة الدراسية إذا احتاجوا لدعم مادي كنا عم نساندهم. بعدين انتقلنا لموضوع الدعم المهني وتعليم انواع دورات مهنيه لعائلات لحتى ما يكونوا اتكاليين كمان، يعني ما نخلي الشخص يصل لمرحله اتكاليه. اكيد سوينا بازارات خيريه، الريع تبعها كله كان بالكامل لدعم الصندوق هذا اللي بيدعم العائلات. قدرنا الحمد لله بفضل دعم الاخوه المحسنين نجيب يعني معروضات جديدة على البازارات ونبيعها بأسعار زهيدة جدا لأشخاص كانوا بيتمنوا أنه يقتنوها من خلال البازار، وريعوا طبعا كان بالكامل للصندوق تبع اللجنة. يعطيكم العافية. بختام فقرتنا بدنا نتوجه لك مدام جهينة بكلمة صغيرة من حضرتك عضوة بالجمعية الخيرية، شو بدك تقولي لكل يلي عم يتابعنا اليوم، شو بدك تقولي للعالم يلي بالجمعية عندكم؟ تفضلي. أول شيء إن شاء الله كل عام والجميع بألف خير، ينعاد على سوريا بالأمان والسلام والطمأنينة والفرح، ويخفف ربنا ويساعدنا حتى نخفف من آلام آلام الشعب. صحيح. يلي عم بيعاني خلال هالأزمة يلي فرضت علينا. كمان بتمنى أنه الرب يساعد كل محتاج ويكتر من الناس المحسنين. صحيح. وتضلوا جميعا بألف خير، وبلدنا بخير،
وجيشنا بخير وقائدنا بخير وعائلتك وعائلاتكم جميعا بألف خير ان شاء الله يا رب نلتقى فيكم بسنين تكون سوريا قايمة وخالصة من جميع الآلام إن شاء الله يا رب. يا رب إن شاء الله كل عام بخير يا عم أنتم بخير. إحنا نتمنى من كل الأشخاص المقتدرين يعني خاصة بالاغتراب وفي سوريا حقيقة الدينونة قائمة نعم. على عمل الرحمة. أكيد. أموالكم كلها ما بتفيد. صحيح. إذا ما ساندتوا الأشخاص المتألمين والمتوجعين. صحيح. إذا كل إنسان تبنى عائلة محتاجة مهجرة مهدم بيتها بتمنى أنه نحن مو المطلب هو للجنتنا الخيرية فقط هو لكل اللجان ولكل الأشخاص المتألمين يا ريت كل الأشخاص هيك قلبهم حقيقة يتحنن إن شاء الله. على هالناس لحتى ربنا بالنهاية يملكنا حضوره آمين. بقلبنا وبالنهاية يعطينا السماء أكيد هي الرسالة المجيد. الأساسية للميلاد المجيد المحبة والسلام سلام. نشكركم على وجودكم سلام. معنا الأب سامي حسني المشرف على اللجنة الخيرية للروم هو المشرف العام المشرف العام لا المشرف لا. العام سيدنا البتراك سيدنا البتراك للروم الملكيين الكاثوليك نعم. والست جهينة قرواشان والسيد إبراهيم شاهين نتمنى لكم التوفيق بجميع نشاطاتكم وفعالياتكم شكرا كثير لكم محبتكم ينعاد عليكم سنة خير يا رب أهلا وسهلا أهلا وسهلا.